حياته مع رفيدة ياسين على العربية بودكاست. مرحبا، أنا رفيدة ياسين وهذه هي حياتهم على العربية بودكاست، واليوم سنحلق سويا للتعرف على عالم غريب ومختلف، وتحديدا في أندونيسيا حيث تعيش قبيلة داني الغريبة والمختلفة. ومن أبرز عاداتها إنها بتجبر النساء على قطع أجزاء من أصابعهن للتعبير عن الحزن الشديد في حال وفاة أحد أفراد الأسرة، وده بهدف جعلهم يشعرون بذات الألم العاطفي ولكن بطريقة جسدية، لأنه ما كفاية بالنسبة لهم الشعور بالحزن نفسياً أو عاطفياً، لابد أن يقترن هذا الحزن والألم بألم جسدي للتأكيد على الشعور بالأسى عند رحيل أحد الغاليين من أفراد الأسرة. العملية دي بتتم في طقس بتتجمع فيه أفراد الأسرة والجيران والأقارب عند وفاة أحد مهم، وبيتم ربط أصابع المرأة بحبل رفيع حتى يتم تخديره، ثم بيقطع جزء من أحد الأصابع، والعملية دي بتكون مؤلمة إلى حد كبير، ولكن ده هو الهدف من إجراءه وشعور المرأة بالألم. قد تتكرر هذه الحادثة أو هذه العملية كل ما يموت شخص غالي أو عزيز من الأسرة، في كل مرة بيتم قطع إصبع. بعيداً عن العالم الخارجي وصخبه وتعقيداته وتفاصيله الكثيرة، وضعت قبيلة داني لنفسها دستور الخاص، وتمسكت من خلاله بعاداته وتقاليده اللي بتثير الدهشة تارة وتثير الغرابة تارة أخرى. ومع الغوص في أعماق معتقدات القبيلة دي، بتظل كل تعبيرات الاندهاش قليلة أمام تصرفات أبنائها، سواء بداية من قيام النساء بقطع أصابعهم مع فقدان كل عزيز، والاحتفاظ بمحاربيهم القدامى من خلال إجراء عملية تحنيط ولكن بالتدخين. بالصدفة وجد رجل الأعمال الأمريكي ريتشارد أرشيبولد الهاوي والمغامر للتعرف على الثقافات الأخرى، وجد نفسه محاط بالقبيلة المعزولة دي عام 1938. ومنذ منتصف القرن العشرين أصبحت قبيلة داني فريدة من نوعها ومعروفة بشعور القوي بالهوية وحرصها على الحفاظ على تقاليدها، بحكم إنهم بيتمسكوا بطرقهم التقليدية حتى إظهارها أمام الزائرين على إنها جزء مهم من ثقافتهم وتقاليدهم. العادات والتقاليد عموما بتختلف في كل بلد باختلاف ثقافتها وباختلاف البيئة المحيطة، لأن البيئة أثر وتأثر، وتعد العوامل البيئية والمناخية من العوامل الأساسية لتكوين ثقافة الشعوب، وبالتالي أنماط الحياة اللي بيعيشوها وبيتبعوها في حياتهم وبيمارسوا فيها طقوسهم. وفي قبيلة داني الطقوس دي تعتبر مقدسة وغير قابلة للتغيير أو الإلغاء أو حتى أي محاولات لطمسها. المستكشف الألماني ماركوس روث فوجئ هو الآخر عند محاولته لاكتشاف هذا العالم الغريب في قبيلة داني بالعادات والشعائر المختلفة اللي وجدها داخل القبيلة الإندونيسية الشهيرة، والأمر ده دفعه لقضاء أسبوع كامل وسطهم ليتعرف على المزيد عن حياتهم اليومية وتفاصيل نمط بيئتهم المختلفة. ووجد الشعب ده معزول نوعا ما عن العالم الخارجي، لكنه ترحاب ويرحب بالزائرين القادمين للتعرف بسلام على ثقافتهم أو الراغبين في إجراء مغامرة سياحية للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى. روث اكتشف بعض مأكولاتهم ومهاراتهم الحياتية الأساسية بالإضافة لطقوسهم، وشهد أيضا عاداتهم غير المتوقعة اللي بتتبعها القبيلة. فبخلاف إنه النساء بتقدم على قطع أطراف أصابعهم العلوية بنفسهم تعبيرا عن الألم والحزن، كان أكثر التفاصيل اللي أثارت الدهشة داخل القبيلة وجود مومياء في وسط المكان اسمها كورولو،
المومياء دي تابعة لقبيلة داني، ويقال إنه عمرها لا يقل عن 370 سنة. أفراد القبيلة بيحتفظوا بمحاربيهم القدامى، ويمكن ده كان يكون أهم محارب ومقاتل قديم بتعتز القبيلة بشجاعته وبسالته من خلال المعارك اللي خاض حفاظا على أرضه وبيئته وثقافة مجتمعه. تحنيط المحاربين القدامى والأقوياء بيكون رمز للفخر والاعتزاز بما خاضوه من بسالة في المجتمع، وبتكون مصدر لروايات الجدات للأجيال الجديدة عشان يعرفوا تاريخ هذه القبيلة والتضحيات اللي بذلوها أجدادهم للدفاع عنهم وللحفاظ على بيئتهم ومجتمعهم وتقاليدهم. القبيلة بتستخدم عملية التحنيط عن طريق التدخين للحفاظ على جثث الأجداد، ورغم أن الأسلوب ده أصبح نادر ممارسته الآن، إلا أنه لا تزال القبيلة تحافظ على عدد من المومياوات داخل المجتمع وفي وسط المكان كرمز لاحترامهم لأسلافهم وللتعبير عن تاريخهم بطريقة عملية. مجتمع مختلف فيه ناس بيتميزوا بالخجل والغرابة، مزيج وخليط غريب في الوقت نفسه، بيتمتعوا بالشجاعة أيضا وبيعيشوا بعيدا عن كل مظاهر الحياة العصرية، وبيقاوموا كل التفاصيل الحديثة اللي بتكون دخيلة على حياتهم ونمط حياتهم الروتيني. بيزرعوا كل ما يحتاجوه وبيعتمدوا على التجارة بين القرى في كل احتياجاتهم، ولا يزالوا بيمارسوا الطبخ باستخدام النار والحطب، وبيعيشوا بشكل منفصل في منازل مخصصة للنساء وأخرى للرجال. صحيفة ديلي ميل البريطانية أعدت تقرير عن قبيلة داني للتعرف أكثر على ملامح حياتهم، واقتربت من عالمهم عشان تتكلم عن عاداتهم بطريقة أعمق عن قرب. وكان من العادات الأخرى الغريبة الخاصة في الملابس، رجال القبيلة بيرتدوا قطعة واحدة صغيرة في الجزء السفلي من أجسادهم، وهذه الملابس بتسمى كوتيكا، وتقوم بتصنيعها النساء وخاصة الكبيرات في السن، بيتفننوا في العمل عليها بطريقة يدوية. أما النساء فعندهم وجهة نظر متحررة تجاه الملابس، وبيرتدوا تنانير مصنوعة من الألياف الساحلية المنسوجة والمزينة بالأكياس والقش، وبتلبس المرأة في الرأس ما يسمى بنوكين، وده بيكون واحدة من علامات الجمال اللي بتميز النساء في قبيلة داني. رقصة المحارب من أهم العادات أيضا، وبتنظم القبيلة في شهر أغسطس من كل عام احتفال لإقامة معارك وهمية مع القبائل المجاورة، وبتحضر كل القبائل منها داني ويالي ولاني، وكل قبيلة بتحضر أفضل المحاربين الشجعان والشباب الأقوياء البنية عندها لخوض هذه المعركة الوهمية وإظهار ثقافتهم الغنية للاحتفال بالأطفال، ولتعريفهم بأنه ده مستقبلهم عندما يكونوا رجال، لابد أن يكونوا محاربين أقوياء لدعم عاداتهم وتقاليدهم. وبتقام فيها أيضا احتفالات، بترقص فيها رقصات شعبية، وتقام فيها الأغنيات اللي بتكون باللهجات المحلية. عالم يمكن سمعته مخيفة بين القبائل الأخرى، ويمكن تكون مختلفة ثقافتهم بالنسبة للكثيرين، إلا إنهم بيفتخروا بعاداتهم وتقاليدهم، وبيعتبروا من أشهر الصيادين، وقبيلة ودودة ومضيافة رغم حرصها على الانغلاق والبقاء بعيدا عن العالم الخارجي. عالم مختلف يمكن يكون مقبول أو مرفوض عند آخرين، لكن يبقى مصدر اختلافه وعاداته وتقاليده، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.